بتقوم بدور مهم جدا في دعم الشباب وخاصة المرأة من خلال البرامج اللي بتقدمها لتدريب مجموعة من السيدات أو العاملات، سواء كان في جهاز الدولة أو في القطاع الخاص. بيتم اختيار مجموعة مميزة منهم جدا علشان يشاركوا في البرامج التأهيلية للتنفيذيين. احنا دلوقتي برامج التنفيذيات ده برنامج مهم جدا من ضمن البرامج اللي بتقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب للمرأة العاملة. يا فندم، عايزين طبعا النهارده نعرف مدى تم من الاختبارات، وعايزين نعرف برضه كواليتي المتقدمات، شايفاه فندم كويس ولا لا؟ المتقدمات للبرنامج التدريبي الجديد التنفيذيات اللي بتقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب على مستوى عالي جدا من التخصص في المجالات المختلفة، وده بيدي الفرصة لاختيار أحسن العناصر علشان يحصلوا على شهادة التنفيذيات للدورة اللي بتقدمها الأكاديمية الخاصة بالتدريب في مجال التدريب للمرأة العاملة. وإزاي مشيت من النهاردة المقابلات؟ هي المقابلات متحددة فيها الموضوعات اللي بنتكلم فيها مع المتقدمات، بحيث ان يبان من خلالها امكانياتهم العمليه وخبراتهم اللي اكتسبوها في مجالات عملهم المختلفه قبل ما يتقدموا للحصول على الشهاده اللي جايين يتعلموها.